أم إكرام بيلانوفا كتأكد إعجابها برضا ولد الشينوية، وخصوصا من بعد ما شارك فيديو في أول أيام رمضان وهو كيقدم مائدة الإفطار للعائلة ديالو، الأم ديالو والأخوات ديالو. إكرام كتأكد بأن أمها كتابعه باستمرار. ورضا ولد الشينوية من بعد ما شاف هاد الفيديو الأم ديالو خرجات وكترد عليهم. نتابعوا الفيديو للمزيد من التفاصيل. كالي كدايرين كدير مع الصحيحه؟ نتمنى تكونوا كلكم بخير وعلى خير وباحسن الاحوال ان شاء الله. تتقولي انا من مورا الفطور غندير وغنفعل وغندردك وغنفعل لعاد تفطري. يا سلام على النوم. المهم راه دايره غير لابيلو لحقاش فمينياش فلاشتو الحموريه وتقولوا اكرام معكره، غير لابيلو ديال المشق وفيه شويه ديال اللوين مسموح. ورا سمعت دابا قال لي سمعت الماكياج ما تيفطرش. شعيبية ولباس لاباس كي دايرة؟ ولاباس هاد الساعة وساعة أخرى حنا مولانا كلشي مزيان؟ هاد الساعة إيوا إيوا عبد الله كي داز فطورك؟ الحمد لله. ياك ما ترخيتي؟ كيفاش ما نترخى؟ مالي عمري ما صمت شهري. تغفر الله تغفر الله العلي العظيم. الصوابع تكون الدنيا باردة وكلشي زوين. ريدا عارض على خواتاته وماما. شكون ريدا؟ ريدا ولد الشينوية راه طبلة ناضية. الله يعطيك الرضا وليدي. عزيز عليك ولد الشينوية؟ واه عزيز عليا مالو. تيبرد لك القلب. الله يعزز عليا سبحان الله. واحد اختو غير مها سبحان الله العلي العظيم. ايوا تحية ليه. تحية لك ريدا والله العظيم وليدي. لا ماما طويلة على حقها وطريقها. الله يعطيك الصحة. ايوا ماما رضا راه عزيز عليا. عزيز عليا عزيز عليك رضا. عزيز عليا رضا معيط على خواتاتو دابا فاطمه معدو. ايوا تحيه لرضا. راه ماما راك عزيز عليا بزاف ومتبعاك. ماما راه متبعاك ومتبعه فيديوهاتك ومتبعه كلشي. معيط على خواتاتو حنين حنين حنين. تيعجبوك الناس الحنان؟ الحنان انا اللي تيحن خواتاتو والدي تيعجبني. اي والله طويلة على حقها وطريقها. الله ينزل المحنة في قلب اي مؤمن ومؤمنة. الشينوية ومن بعد ما وصلها هذا الفيديو خرجت بدورها كتوجه لهم رسالة. الحاجة الشعيبية تحية لخصو الحبيبة ديالي والغزادة ديالي والفنة وكتبغي لي ولدي. الله يكون لي عمرك وخلي لها اكرام بنتها. خلي لك اكرام وتبقاي طويلة العمر لبنياتك ونشوفك ان شاء الله في ذاك المقام اللي غادي نمشيو ليه كاملين. الحاجة الشعيبية انا فان ديالها. تحية واجمل تحية من عند الشيشي. التحية لالة الشعيبية. الله يعطيك حجة ويعطيك صحيحتك ويطول ربي في عمرك ويخليك طويلة العمر لبنيتك اكرام. وكتبغي لي بناتي يطول لي عمرك وكتبغي شيشي. انا طالبه ربي يعطيك السترة ويعطيك طول العمر الصحيحة وزرف بيت الله ان شاء الله. واكرام تاهي الله يسر ليها وشغاوي راه مجوجه السيده. والله يخليها مجوجه مجوجه اكرام مجوجه. وكاينين في الطاليان في الطلايل الناس ديال الطلايل كاملين. تحيه لاكرام والحاجه الشعيبيه وتحيه للناس الطاليان كاملين. اشيشي بلاتي النور من عند الله. انا قعدت لنا بالصمده يريري واش طاح عليك انت؟ حمدتك ربي وشكرتك يا الله يا الله يا سبحان الله. شفت ولادك ولك ربي دابا يعاونك ودابا يا الله يا عمري يا عمري. اليوم قليتي الحوت بجداره واستحقاق. والله تقليتي بجداره وما قلتي بنينه. لا لا كلشي لك يدك زينين اختي ولك تبني. ربي يبقى لكم طويله العمر امين. الفطور المهم راه حنا كلينا داكشي اللي قسم الله. على الخير بمحالاتكم وسمحوا لينا. رضا كيبين دائما بانه متعلق بالعائله ديالو ما كيفرقهمش في اي مناسبه. شوف الشيشي تتهضر في التليفون مع من تتهضر يا شيشي؟ مع سعاد رضيعتي. رضيعتك مع سعاد رضيعتي. سعاد بن الروين ام مزيان. تتعدنا الروينه في الدار. شوف الله يتر الروين. صور فيا مع من تنهضر فيا مع سعاد رضيعتي. نوضي وتصلي العشاء نوضي. لا فوق لا غدا تبيت بلوم بلا تحصل دير هاد النجوم هنايا في الحيط من عند الله. ولي لا شد النجوم وخليني غدا الجامع خويا زيد يلا زيد
يلا زيدي وانا واش زيد يلا وها زيدي انت خاصك تشدي راه الشلاب هادي ديال الصلع من زيد راه قلت لي يلا زيدي زيدي انا بشويه انا شوفي شيشي انا متبع معاك شوف هاد وشيش لا ويطيح الزيت وشيش لا ما قداش فنه زينه غزاله جايبه منهم شيشي هادو هادو من السعوديه جايبه منهم شيش ديال الصلع يلا جايبه منهم وبارك شيش وبارك لي عبدو وبارك اختي لا من النهار دار بني ضربني والله من قنقيصه اويلي بالحرام مجموعة من المتابعين كيسولوا رضا على قفة رمضان اللي موالف كيدير كل سنة، لكن هذا الأمر تغير وقرر هاد السنة أنه يدير أضرفة مالية فيها مبلغ ما بين 500 حتى 600 درهم موجه للعائلات الفقيرة. بالنسبة للناس اللي سولوني قالوا لي واش درتي قفة رمضان، أنا قلت لكم ما بقيتش ندير قفة رمضان، تندير أونفلوبات. هاد الأيام غادي نجبد شي فلوس كما ذاك العام، تندير أونفلوبات نعطي لواحد 30 ولا 40 ديال الخلق على قدي على قد المستطاع ديالي، فهمتي؟ على قد المستطاع ديالي تندير جهدي اللي قديت عليه وقدات عليه قد عليه راسي. ما نقدرش ندير شي حاجه اللي ما قادش عليها ونبقى نتعلق فين نتفلق. باش ما نكذبش عليكم وزيدون ما نصورش، نصور لكم دوك لونفلوبات اللي قسم الله هذاك العام درت فيهم 10000 ريال. عند مرة غندير هاد العام تاني 600 درهم ولا 500 درهم على حسب صافي، وغنخرجهم الناس اللي محتاجين ماشي الناس اللي عندهم، ونعطيهم الناس اللي محتاجين. ما بغيت نصور ديور، ما ندق على ديور، ما نعطي كفاف، ما نعطي شي حاجة. بارك اخوتي بارك بنادم داك الشيء اللي دار في الزنزال بارك يكفيه داك البوز، وفي الاخر ما بقى مفكر هادوك الناس حتى واحد والله. ولا دوك لونفلوبات غادي نديهم امزميز ولا نديهم لهذيك البلاصه اللي فيها الزنزير، راه هما مساكنه مرمدين بلا ديور بلا والو، مرمدين في القياطه، نمشي ندير لهم هاد الشيء ونوض نايض وما اللي دايزه فيهم. هادشي اللي كاين اخوتي قسما بالله اللي وليت انا بعدا ما عرفتش، ما بقيت تنعرف والو قسما بالله. الا تغلطوا لي الماره بقيت تنعرف والو كلشي باغي غير البوس، كلشي باغي غير شهر، كلشي باغي غير على الخاوي ماشي حتى العامر. هادشي اللي كاين اخوتي وصافي. ايوا تعاودوا اخباركم ان شاء الله تكونوا بخير. احنا اليوم دايرين الحريره، البارح درنا الدجاجه محمره بالزيتون والدغميره، ما نقولش لكم كي جات شابيله الكلا ولا كلاش قليل تيا، كلشي يقول يا ماما ميا كي بونو، ماما ميا كي بونو. قلت لي كول حنيني كول، اش ما تعجبوش نورمالمون الماكله ديال المغرب ديما تعيب بزاف عليك ماكله المغرب وجوتاعه، اي واحد تيجي تيبغي الماكله ديال المغرب. ايوا اختي انا راه دايره في الفعل في التباكيك. ايوا التباكيك الخاوي. ايوا واش غنديروا ليه؟ مالو البارح تياكل؟ البارح كال ولا كال قليل؟ ماما ميا كيبون، ماما ميا كيبون. قلت لي واش لاباس؟ قالك ملي تنشوفك تنولي كود، تنولي مزيان ياك حنيني. تشتمت؟ لا تنسوا الاشتراك في القناه وتفعيل الجرس للتوصل بكل جديد.